21 مرشحا بينهم 4 نساء رفعوا إجمالي عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس الأمة 2020 إلى 260 مرشحا بينهم 23 امرأة، وذلك في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس في فصله التشريعي 16 المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل. وتواصل إدارة شؤون الانتخابات استقبال طلبات المرشحين في المقر المخصص في مدرسة خولة المشتركة بمنطقة الشويخ، وسط إجراءات أمنية متكاملة وتدابير وقائية وفقا للاشتراطات الصحية المفروضة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد-19. ومتابعة لأجواء التسجيل للترشح لسباق الأمة 2020، يضم إلينا عبر الهاتف العقيد حقوقي صالح الشطي صلاح الشطي مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية. عقيد صلاح، أهلا بك معنا. أهلا فيك، مساء الخير عليك وعلى السادة مشاهدين قناة العدالة. بداية، يعني كيف سارت عملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2020 في اليوم السادس، وأيضا إجمالي الإحصائية حتى الآن حسب الدوائر؟ ولله الحمد سارت عمل تسجيل متغني الترشيح انتخابات العامة للأمة 2020 في اليوم السادس من فتح باب الترشيح، والذي بدأ في 26/10/2020 ومستمر حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الأربعاء المقبل إن شاء الله الموافق 4/11/2020 دون أي معوقات تذكر، بفضل تعاون الجميع والمتواجدين في مقر التسجيل، والكان مثل ما تفضلت في مدرسة خولة المشتركة للبنات في منطقة شويخ السكنية. نعم. وهي المقر البديل لإدارة شؤون الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وبالنسبة طبعا لحصيلة اليوم السادس، أوضح للسادة المشاهدين تم تسجيل عدد 21 طلب، تحديدا 17 طلب بالذكور و4 للإناث. أما بالنسبة لإجمالي عدد الطلبات منذ اليوم الأول وحتى نهاية اليوم السادس فقد بلغ 260، تحديدا 237 للذكور و23 طلب للإناث. طيب، والإحصائية طبعا إذا تحتاجين حسب الدوائر، حسب الدوائر طبعا عندي الدائرة الأولى طبعا 52 طلب، الدائرة الثانية 34 طلب، الدائرة الثالثة 66 طلب، الدائرة الرابعة 55 طلب، الدائرة الخامسة 53 طلب، إجمالي 260. طيب عقيد صلاح، هل هناك أي حالات شطب لأي من المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم حتى الآن؟ أود أوضح للسادة المشاهدين طبعا بأن لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوة مجلس الأمة 2020 صدرت بالقرار وزارة رقم 823 من سيدي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وهي برئاسة أحد رجال السلطة القضائية، وتضم عضويتهم ممثلين من إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وقطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والإدارة العامة للأدلة الجنائية. طبعا اختصاص اللجنة هذه طبعا فحص طلبات المتقدمين للترشيح والبت في مدى انطباق شروط الترشيح عليهم، وهي طبعا مستمرة حاليا في عقد اجتماعاتها بشكل يومي، وسوف ترفع تقرير بنتيجة أعمالها فور انتهاء من عملها بشأن حالة الشط وكذلك إجازة المتقدمين للترشيح. فحتى الآن هي مستمرة في عقد اجتماعاتها، فلم لم يتم تزويدنا بأي حالة شط حتى الآن. طيب عقيد صلاح، ننتقل إلى جزئية مهمة وهي الإجراءات الاحترازية في إدارة شؤون الانتخابات، كيف يتم التعامل مع المرشح المصاب وبماذا تنصحون؟ بالنسبة للإجراءات الاحترازية تفضلت فيها، طبعا تم التنسيق مع وزارة الصحة وتحديدا إدارة الصحة الوقائية بشأن التعليمات والإرشادات الواجب اتباعها في ظل هذه الظروف الصحية، ومنها عدم السماح لمرافقين المتقدم للترشيح بالدخول إلى مقر التسجيل، كما يجب ارتداء الكمام والتعقيم من قبل المتقدم للترشيح قبل مباشرة إجراء التسجيل، وتم تخصيص كذلك طبعا بوابة لدخول المتقدم للترشيح وبوابة أخرى للخروج، بحيث لا يتم الالتقاء بين المتواجدين للترشيح حفاظا على التباعد الاجتماعي وحفاظا على صحة الجميع. وتوجد كذلك طبعا لوحات وعلامات إرشادية بإمكان الجميع مشاهدتها في مقر التسجيل واتباع التعليمات، كما تم تجهيز طبعا مقر التسجيل بعيادة طبية وسيارة إسعاف وغرفة عزل لاستخدامها عند حدوث أي طارئ. كذلك أحب أوضح بالنسبة حق كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين أو المهجور عليهم طبعا بسبب عودتهم من السفر، وتزامن طبعا فترة حجرهم خلال 10 أيام، تم تخصيص مكان معزول عند بداية دخولهم إلى مقر التسجيل في المدرسة، وطبعا يجلس في مركبته ولن يسمح له طبعا بالنزول، ويتم التأكد طبعا من موظفين وزارة الصحة فيما إذا كان قد حصل على
إذن مسبق من تطبيق شلونك ووزارة الصحة قبل السماح له بالخروج من الحجر، ومن ثم بعد ذلك طبعا يطلب من موظف إدارة الانتخابات بالتوجه له طبعا في المقر المخصص والمدرسة. نعم، العقيد حقوقي صلاح الشطي مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.